كالعادة فاجأوني قبل عيد ميلادي بيوم، بس عادي مش مشكلة، بس أنا مفاجأة لبكرة. والله ما إله داعي يا جماعة، الله يسلمك، ما إله داعي، ليش هيك؟ مش عارف شو أحكي، بس شكراً لكم كلكم اللي فاجأتوني اليوم واللي حيفاجئني بكرة. بطل اسمها مفاجأة. ما بديش بعيد ميلادي، ما بديش. هاي احلى هديه بعيد ميلادي، بس بعد خساره 4-0 نفوز ونتاهل ما بديش. بعد ما برشلونه كان خسران 4-0 بعدين يجيب 6 جوال ويتاهل ويفوز، هاي احلى هديه بالنسبه لي. ما بديش بديش شيء. ما بدي الاستراليه. قول لي على الدايركت، بحمد الله انه انولدت بنفس اليوم عشان يفوز برشلونه. انا مواليد بكره يعني 9/3، عيد ميلادي بكره مش اليوم، لكن الحمد لله عيد ميلادي بكره يعني الخميس. مش قادر اعبر. وفوز برشلونه كان احلى هديه بالنسبه لي بعيد ميلادي. صح اكتشفت اني غبي. فوز برشلونه اجى ما هو على الساعه 12 وانا عيد ميلادي دخلنا فيه، فا اوكي نفس اليوم.